لعبت مع كذا فرقة مع كابتن جوهري رحمة الله عليه. انا لعبت مع 18 سنة مع فرقتي، كنت بلعب مع ال 21 سنة فرقة الأمل، وفي نفس السنة لعبت منتخب مصر للشباب، كان اول منتخب مصر للشباب، كان ماسكه مستر بابي الألماني وكابتن فتحي نصير. بس والسنة اللي بعديها او في نهاية بقى في السنة اللي بعديها في نهايتها لعبت درجة أول. انضميت. كان حضرتك كام سنة تقريبا يا كابتن لما؟ تقريبا 19 سنة، 18 ونص 19. يعني بعد منتخب الشباب السنة بالزبط. اللي بعديها الفريق الأول. بالظبط. دخولك بقى الفريق الأول. قصة أنا طبعا قصة. وإحنا في الأشبال كانت فريقنا 18 سنة قوية جدا، وكنا بنلعب هاني في استاد تيتش، كان 20,000 يوم الحد، ماتش 18 سنة ده 20,000 الملعب مليان على الآخر. فإحنا طالعين وبالذات أنا ليالي جمهور، يعني ليالي جمهور بيتفرج عليا وعارفني. لما طلعت الدرجة الأولى تعرف برضو في التمارين بتاعتنا أيام الدرجة الأولى في الوقت ده كل تمرين فيه 10,000 و15,000. كنت بقف على السور كده اتفرج عليكم وانا يعني صغير. والله كنت اتفرج على التمرين. التمرين يعني صحيح. الخروجه والفسحه فوانا صغير، وانا اول ما طلعت الدرجه الاولى كان لما اجي انزل، انت عارف برضه زمان كان كل واحد بيجي ينزل الجمهور بيشجعه. ايوه طبيعي طبعا. فانا صغير ولسه طالع، لا الجمهور بيهتف باسمي. طبعا مش هقول لك، ودي عملت لي مشكله مع مستر ريديكوتي. مشكله المفروض يبقى تعمل لكش مشكله، خلاص انت الناس عارفاك. لا هو اتجنن بقى، كان بيتجنن من الحته دي، ازاي انا لعيب صغير والجمهور فناجيلي كان بيظهر في ايه ضيقه يعني، كانش بيلعبني. لا والله كان بيقعد يظهر. لا ممكن يكون، لا انا جيت في وقت كان لازم العب يعني. لو الامور ماشيه طبيعي وكوره وانا سني صغير لازم العب يعني، ما كانش في، ولكن برضو الظروف والحته اللي بتبقى انت طالع على انهي جيل، على انهي فرقه، انت يعني اللي باخده كويس يطلع على فرقه لسه طالعه، لسه بتتكون، او لسه فرقه خلاص بدات تنهي مشوارها. طالع على فرقه كلهم سن واحد وجيل واحد، وكل واحد فيهم بفرقه وبطولات رهيبه، وانت صغير وهتلعب، هتبطل واحد من المجموعه، فبرضه المجموعه مش عايزه تفرط فيه يعني بتحارب عشان ان هو يقدر يكمل. فانا تعطلت شويه، وهيديكوتي في حته القصه دي والجمهور والتشجيع عطلني شويه. تعطلت قد ايه كابتن بقى في الفتره دي يعني؟ لا مش قوي يعني، تعطلت ما بلعبش باستمرار يعني. في البدايات ما كنتش بلعب باستمرار، لكن بتاخد مباريات على يعني في اشكال معينه مهمه، وكنت بتعمل فيها شكل كويس وبتعمل فيها نتائج كويسه.